ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا صافي التركي، موهبة جميلة. كنا قاعدين كده في مكان انا واسماء وسمعنا صوت حلو قوي، فرحنا لقيناها بصراحة صوتها جميلة جدا، هيعجبكم جدا بصراحة يعني. اهلا جدا. بيك يا صوفي، ميرسي، ربنا يخليك اهلا نورتينا حضرتك. حبيبتي. ربنا يخليك، كل سنة وانت طيبة يا صوفي. حضرتك طيبة، ميرسي في جدا. البداية عايزاكي تعرفي نفسك للجمهور وتعرفيهم انت ابتديتي ازاي. هو انا يعني من وانا صغيره بحب اغاني وكده، بس بصراحه كنت بتكسف ان انا يعني اغني قدام الناس وكده. فالميس بتاعتي في المدرسه هي اللي خلتني الاول ابدا واحده واحده ان انا اغني مع الكورال الاولاد في المدرسه في اعدادي. بس برضو كان الموضوع بالنسبه لي صعب شويه، بس لما دخلت الجامعه وكده بقى بعد ما خلصت، يعني عشان كانت الدراسه برضو كانت اهم بالنسبه لي. فبعد ما خلصت بقى قررت ان انا ان شاء الله حقوق القاهره. اتخرجت لسه؟ لا، اتخرجت خلاص. ما شاء الله. فقررت ان انا باذن الله يعني انمي موهبتي وان انا اكمل باذن الله. اكتر حد بقى شجعك؟ اخواتي، يعني اخواتي هم اللي ايما واسماء هم اللي على طول بيشجعوني دايما، هم اللي قالوا لي ان انا لازم، وماما طبعا يعني ماما برضو يعني على طول في اي حاجه معايا يعني. ربنا يخليها لك، ربنا دايما دول كده يعني. طب يلا بقى سمعينا حاجه عشان وقتك. اوكي تمام. ممكن اقول حاجه لام كلثوم؟ القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا في الحب قليل قليل، واندمي دوم يوم ولا يومين ولا يومين، اللي سدى في الحب قليل. اقول برنامج حكايه ولاد البلد بنرحب بكل المواهب الجميله اللي تبقى زي صوفي كده. عايزين حافظه القران الكريم، عايزين المواهب اللي صوتها حلو، عايزين المبتهلين، المنشدين، المبتكرين، المبدعين، بنرحب بيهم طبعا. وصفحتنا صفحه حكايه ولاد البلد لكل ولاد البلد، ولا يا شيماء؟ طبعا اكيد عايزين اصوات حلوه كده. تتمني ايه يا صوفي؟ وانا بتمنى ان يعني الناس تعرفني، وان انا باذن الله يعني ابقى معروفه، ويعني حلمي ان انا ابقى زي ام كلثوم ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. انا هختم بيكي الحلقه على فكره بعد ما اخلص، لان انا بجد انت صوت جميل. احنا لما سمعناكي كان قبل كمان موضوع كورونا، كنا قاعدين في كافي بقى انا وشيماء بنحضر لسه للبرنامج، فقررنا لازم انها تكون معانا، لان بجد انت حد جميل جدا. صوفي يا ترى
المحيطين بيكي زمايلك وكده في حد زيك في نفس الموهبه وبيشجعك ولا انت يعني طلعتي من وسطهم؟ لا في من ايام الجامعه الدكتوره وفاء الطيب دي دكتوره سيناريست معروفه، ويعني بصراحه هي اللي اكتر حد في الجامعه كان يعني كان بتعمل لنا ندوات وكان بيحضر معاها شعراء كتير وبيحضر معاها مطربين كتير، وكانت بتجيب لنا ناس من هم يسمعونا وان هي تحاول تنمي مواهبنا. فبصراحه دي اكتر حد فعلا يعني كانت ولحد دلوقتي يعني هي برضو لسه ورايا، واي ندوه او اي حاجه تفضل هي اللي معايا. دي رساله برضو يا شيماء للمدرسات اللي بيشوفوا اولاد عندهم موهبه ان هم يهتموا بيهم طبعاً. صح طبعاً. وما يعني ما يهملهمش صح. طبعا برنامجنا اوشك على الانتهاء، وانا عايزه انهي بصوفي حكاوينا لسه ما خلصتش، حكايه اولاد البلد معاكم كل اسبوع ان شاء الله في رمضان. بتمنى اقتراحاتكم على الصفحه، وبشكركم وبشكر اصدقائي على الفيسبوك بجد مشاركينا ومدعميننا جامد. بشكر زميلتي شيماء لتعبها طول الاسبوع لتحضير الحلقه. بنشكر صافي جدا وبنقول لها انهي معانا الحلقه النهارده باغنيه. ممكن نقول رمضان جانا؟ رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، قولوا معانا أهلا رمضان جانا.